شديده. ايوه طبعا هتكلم معاكي على مكمل غذائي اللي احنا شايفينه على الشاشه ألب مالتي فيت. هو المكمل السحري بصراحه. يعني بجد بالافاده والحاجات يعني الاستفادات الكتيره اللي بتقوليها. لا هو فعلا هو يعني حلو جدا ومليان انتي اوكسيدنتس، مهم جدا ان احنا ناخده يوميا عشان نمنع الاكسده اللي بتحصل لنا في الجسم. يا جماعه مهم تحفظوا الشكل العلبه عشان ما حدش يبعت لي على السوشيال ميديا احنا ما لقيناهوش في الصيدليه او لسه متوفرش فادوني مكمل اخر. احنا مكمل غذائي بتاعنا او الفيتامين بتاعنا او المالتي فيتامين بتاعنا مختلف، لان صعب انك تلاقي كل الفيتامينات دي في كبسوله واحده. وهو متوفر في الصيدليات المختلفه صح كده؟ يعني سهل انك تلاقيه برضه. طبعا بس هو السحب عليه دلوقتي كتير جدا. فممكن بس يقول لك ايه خلاص لسه هجيبه، طب ناخد المكمل الغذائي الفلاني. هي دي المشكله. فاحنا ما لناش بديل خالص، هو ألب مالتي فيت اللي احنا شفناه على الشاشه اللي كله مضادات اكسده، من اهم المضادات الاكسده اللي ربنا خلقها عندي فيتامين اي، فيتامين ه. فيتامين اي مهم جدا لانه بيلتهم الخلايا، بيحجم الخلايا الحره، ما تروحش تبوظ لي خلايا جسمي. فيتامين اي حلو لانه بيمنع اكسده الدهون الضاره. انا اتكلمت على الدهون الضاره اللي بناكلها وبيحصل لها اكسده. الدهون الضاره لو اتاكلت وحصل لها اكسده هتترسب على الاوعيه الدمويه ويحصل لي مشاكل سلسله في الأوعية. من الامراض يعني طبعا. اعتقد احنا في غنى عنها، ما اكيد لازمه أبداً. اكيد. ففيتامين اي حلو جدا للموضوع ده. فيتامين اي بينشط لي الدوره الدمويه. فيتامين اي بيحسن كمان، لو هطلع عن الموضوع، بيحسن التبويض للستات بشكل ما، لان هو بينشط لي الدم في المبايض وبيشيل الالتهابات. التهابات عاليه يعني الاكسده بتعملي التهابات عاليه، التهابات عاليه، مفيش طاقه خالص في اليوم. مفيش مناعه. عشان كده الواحد لما بياكل جانك فود او كده بيحس ان هو كسلان مش قادر يتحرك. طبعا يعني لان جسمك كله مرتبط ببعض. كله مرتبط ببعضه، فلازم الاكل الصحي ونقلل شويه الجانك فود. الجانك فود كفايه مره في الاسبوع كده تفريح يعني. وناكل بقى الخضار بتاعنا وناكل اللحمه بتاعتنا، ناكل الدهون الصحيه. يا سلام لو اكلنا مرتين سلمون في الاسبوع، سلمون تحفه. طب